السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد الشحي. من يوم ما اخترع الإنسان جهاز الحاسوب اللي اختصر العمليات الحسابية وأنظمة الأتمتة وإدارة الأنظمة، ظهرت الحاجة إلى وجود نموذج متنقل حسب الحاجة، والحاجة أم الاختراع. واليوم بتكلم عن تاريخ تطور الحواسب المحمولة وبذكر أهم التطورات عبر السنين. قبل ما نبدأ أحب أقولكم أننا أعلننا تحدي بصوتي، خلكم مع الإعلان. هل حلمت أن يسمع صدى صوتك بين ثنايا أعمال ترفيهية؟ هل ترغب في أن يجسد صوتك شخصية محبوبة؟ هل تعتقد أن لديك موهبة صوتية متميزة؟ هل ترى أن لغتك العربية جيدة؟ ندعوك للمشاركة في تحدي بصوتي، حيث ستتاح لك الفرصة في أداء دور في مشهد مفضل لك في عالم الرسوم المتحركة، وتشاركه معنا ونتعرف على موهبتك. الشروط: قوة الأداء وسلامة اللغة. يمكنك المشاركة في هذا التحدي بأحد هذه المقاطع، ويمكنك اختيار مقطع آخر وفقا للشروط التالية: ألا يتجاوز المقطع مدة دقيقة واحدة، وألا يحتوي على مظاهر مخلة بالأدب العام. للمشاركة في التحدي أرسل المقطع الصوتي أو المرئي إلى بريدنا الإلكتروني. يمكنك نشر مشاركتك في وسائل التواصل مع الإشارة إلى حسابنا. أدعو الجميع للمشاركة في هذا التحدي، بتكلم عليه بشكل أكبر في نهاية الحلقة. نرجع لموضوع الأجهزة المحمولة. لما نتكلم عن اللابتوبات، معظم المواقع والمقاطع يبدأون بالـ IBM 5100 سنة 75. أنا مش مقتنع، لأن نحن نتكلم عن حاسوب سهل الحركة متنقل، صح؟ إذن البداية قبل هذا، نرجع لسنة 1954 لما كانت الكمبيوترات عبارة عن غرف ضخمة مليئة بالمعالجات وأشرطة التخزين وآلات الكتابة والعدادات. وجدت الحاجة الحربية لوجود حاسوب متنقل مع العمليات، وأكثر الاختراعات تبدأ من الحروب على فكرة. فكانت شاحنة دايسيك من ابتكار سلاح الإشارة الأمريكي، اللي كان حاسوب متنقل ويستخدم لإجراءات حسابات معقدة وطويلة متعلقة بالميدان العسكري. وبعده هي الموبي ديك، ايضا نفس الفكرة بس كان اكثر دقة. الشاحنة هذه اتي وراها سيارة فيها مولد كهربائي، يوصلون المولد بالشاحنة اللي تمثل الحاسوب المتنقل، بعدين يكونون مستلمين اشارات فيها بيانات محتاجة للمعالجة والحساب. المعلومات هذه يستلمونها كبانش كارد او بطاقات الثقوب. هذه البطاقات كانت احد وسائل تخزين البيانات، يدخلون البطاقات هذه في جهاز ينقل المعلومات منها الى شريط المعلومات، وبعد ما يخلص ينقل الشريط هذا إلى الحاسوب الرئيسي ويحطون الشريط. ويشغلون الحاسوب ويبدأ بالحساب والمعالجة. بعد ما يخلص النتيجة ما تطلع في شاشة، لا، النتيجة تتسجل في الشريط اللي ينقلونه لجهاز يحول الشريط إلى بطاقات ثقوب، وينقل البطاقات هذه إلى الطابعة اللي تقرأ البطاقات هذه وتطبع نتائج هذه الحسابات الدقيقة والمعادلات المعقدة. فلأنه يعتبر جهاز حاسوب ومتنقل، فأنا أعتبر هذا أول صورة من صور اللابتوبات أو الحواسب المتنقلة بشكل عام. الآن نروح للأجهزة المعتادة. في سنة 1975 طلع جهاز IBM 5100 اللي يعتبر جهاز محمول، رغم أنه ما يشتغل ببطارية، لا، لازم كهرباء، لكن الفكرة أن الحاسوب ولوحة المفاتيح والشاشة كلها في جهاز واحد، فحركته كانت أسهل من غيره، لذلك مثل نقلة في تواجد أجهزة الحوسبة لعدد من المستخدمين، وكان يطلع صوت قوي لما تشغله. وفي لوحة تحكم تتحكم بالإضاءة وتكتب البرنامج اللي تريده، تكتب الحسبة أو المعادلة وتبرمج النظام وتشغله وتطلع النتيجة. حبيت تستخدم البرنامج هذا أكثر من مرة، ما يحتاج تكتبه كل مرة، تحفظه على شريط كاسيت، ولما تستعمله تحط الشريط وتشغل البرنامج، وكنت تقدر توصل فيه شاشة خارجية وطابعة. سنة 1976 زيروكس نوت تيكر كان نفس الفكرة، اللي كان أخف وزنا وتقدر تسكره وتفتحه من مكان الكيبورد والشاشة. سنة 1981 طلع الأوسبورن واحد، وهو المشهور أنه يعتبر أول لابتوب، الحركة فيه كانت أسهل بوايد، يتسكر وفيه مقبض عشان تشله وياك، وكان يستعمل نظام التشغيل CPM مع حزمة منوعة من البرامج والتطبيقات.
كان يستخدم فلوبي 8 إنش. وبنفس السنة إبسون أطلقت حاسوب محمول مميز إبسون HX20 وكان يشتغل بالبطارية وفيه شاشة صغيرة كأنها شاشات للآلة الحاسبة وفيه طابعة صغيرة على الجنب ووحدة التخزين فيه كانت أشرطة الكاسيت الصغيرة. سنة 1982 كان عندنا لابتوب الجريد، تقريبا كان أول حاسوب محمول يمثل في شكله الحواسيب المحمولة في عصرنا اليوم. كان يشتغل على نظام MS-DOS وكان يستخدم أكثر شيء من قبل الحكومة الأمريكية ووكالة الفضاء ناسا وقيل العمليات الخاصة، وكان له حضور قوي في الأفلام، كان دائما يمثل التكنولوجيا الكول. يعني في نفس السنة طلع لنا TRS-80 موديل 100 اللي يسمونه حاسوب الصحفيين، ينقلونه معاهم تكتب فيه مقالات بشكل أسرع وتقدر من خلاله تتصل بالحاسوب اللي في المقر الرئيسي ويرسل المقال المكتوب كامل كأنه إيميل بس عن طريق التليفون. سنة 84 جهاز الكوميدور SX64 أول حاسوب محمول بشاشة ملونة، الذاكرة العشوائية أو الرام كانت 64 كيلو بايت، مبيعاته ما كانت جيدة لكن كان مشهور أكثر بين المطورين. سنة 86 طلع جهاز IBM PC Convertible وهو تقريبا أول جهاز محمول يشغل الفلوبي من نوع 3.5 إنش اللي هو المتعارف عليه، وكانت تأتي معاه طابعة تركبها بالجهاز من وراء وتطبع اللي تباه. في سنة 88 طلع Compaq SLT 286 اللي يعتبر أول جهاز محمول فيه قرص صلب هارد ديسك خاص فيه وكان يشتغل مع شاشات الـ VGA. سنة 89 طلع لنا NEC Ultra Light وتميز بخفة وزنه، كان خفيف جدا. سنة 91 بعد ما فشلت أبل بلابتوباتها الأولى طلعت بسلسلة PowerBook اللي كان يشغل نظام الماكنتوش، وأصل الجهاز هذا المكان المتعارف عليه لمحرك مؤشر الفأرة. سنة 92 شركة أوليفيتي طلعت أول حاسوب محمول مع لوحة اللمس تاتش باد، وكان مكانها فوق على الزاوية، منطقي نوعا ما لأن البرامج هذاك الوقت ما كانت تستخدم المؤشر، كانت أكثرها نصوص وأوامر. وبنفس السنة الشركة نزلت جهاز كوادرنو اللي كان أصغر في الحجم وكان له قدرة على تسجيل الصوت حتى إذا كان مسكر، تشغيله كان سريع جدا، الذاكرة العشوائية مالته كانت عالية 1 ميجا بايت، الله أكبر، والقرص الصلب مساحته 20 ميجا بايت. سنة 93 طلع جهاز الكونشيرتو من كومباك، أول لابتوب متحول، لوحة مفاتيح قابلة للفصل وقلم وشاشة لمس. شاشة اللمس ما كانت تشتغل إلا على القلم، واضح أن هذا الحاسوب المحمول سبق زمانه بمراحل. نقفز إلى سنة 2002 جهاز توشيبا بورتاجي 2000، كان رفيع جدا مقارنة بأقرانه، خفيف وأول حاسوب محمول بالقرص الصلب من نوع 1.8 إنش. سنة 2004 كومباك TC1100 اللي هو كان مزيج بين حاسوب محمول وحاسوب لوحي يتحول بينهم بسهولة، بالرغم أن اللمس ما يشتغل إلا على القلم لكن واضح أنه يتحرك المؤشر مع القلم بدون ما يلمس الشاشة. فيه باب جانبي يفتح فنشوف منفذين USB، منفذ إيثرنت، منفذ VGA للشاشة. مواصفاته ما كانت مشكلة، تفكها من ورا بسهولة وتبدل الذاكرة العشوائية أو القرص الصلب. الجهاز هذا حالة حال الكونشيرتو، سابق لزمانه. سنة 2007 أسوس نزلت EPC 701 اللي يعتبر أول حاسوب من نوع نتبوك اللي هي الأجهزة الصغيرة اللي تركز على استخدام الشبكة من تصفح وتواصل إلى آخره، مع شاشة بمساحة 7 إنش. في 2012 شركة لينوفو طلعت لنا جهاز يوغا 13، يعتبر من أوائل الأجهزة الهجينة الحديثة باستغلال الواجهة القابلة لللمس من ويندوز 8، ومن اسمه يوغا يعني الحاسوب هذا يشتغل على عدة وضعيات. سنة 2013 ريزر نزلت أول حاسوب محمول متخصص في الألعاب بلايد برو أو الجيمينج لابتوب، وكان فيه عدة ميزات عجيبة ومستحدثة نفس الشاشة الجانبية اللي تستخدم عدة استخدامات رائعة. سنة 2016 في إبداع طلع من أبل على غير العادة، عادة ابتكاراتهم تبن لكن الحق ينقال، تحويلهم لأزرار المهام السريعة أو الفانكشنز المعروفة في لوحة المفاتيح، أزرار وأدوات واختصارات تتغير حسب الاستخدام والتخصيص وحسب البرامج اللي تشغلها وتستعملها. أنا أكرهكم يا أبل بس هذا إبداع.
بعده لينوفو بنفس السنة عدلت على اليوغا بوك وخلت لوحة المفاتيح لوحة لمس، بحيث لما تكتب تضيء على شكل لوحة مفاتيح، ولما تحتاج ترسم بالقلم تقدر تحوله إلى لوح رسم. بصراحة لوحة المفاتيح كانت مشكلة، لأنها إذا كانت لمس ما بتحس بفعاليتها ولا استجابة الأزرار وبتضيع بين المفاتيح، تجربة مش مريحة. في سنة 2018 تعديل قوي صار على اليوغا بوك، مكان لوحة المفاتيح حطوا شاشة تستخدم تقنية الحبر الإلكتروني. شاشة الحبر الإلكتروني هي شاشة تكون عادة أبيض وأسود مش ملونة، وتوفر طاقة كهربائية بشكل كبير جدا، تطلع فيه لوحة مفاتيح عند الحاجة أو تتحول للوحة خربشة ترسم عليها بشكل أفضل، أو حتى مفيد جدا للقراءة الطويلة لأنها توفر بطارية الحاسوب بشكل رائع جدا. بالنسبة للوحة المفاتيح حاولوا يضيفون تأثيرات عديدة مثل الصوت، شكل المفاتيح تنضغط، لكن هذا ما حل المشكلة. حتى لوحة اللمس للتحكم بالمؤشر كانت مش مريحة، الكثير كانوا يضغطون على زر المسافة بالغلط. في هذه الفترة آسوس بدت على مشروع بريكوغ، هو حاسوب محمول نفس اليوغا بوك لكن مش شاشة حبر إلكتروني، لا شاشتين لمس نفس بعض. الفكرة حلوة ولها استخدامات تفاعلية رائعة، لكن لما نوصل للوحة المفاتيح بندخل على نفس العلة، لوحة المفاتيح ما تنفع تكون لمس. حاولوا يحلون المشكلة هذه بعدة ابتكارات لكن ما نفع. وفي نهاية العام الماضي طلعت آسوس جهاز أنا أعتبره أفضل حاسوب محمول مر علي في حياتي، آسوس زينبوك برو دو. أهم شيء لوحة مفاتيح حقيقية، لوحة لمس على الجنب، وشاشة 4K ماخذة نص القاعدة، حجمها جيد، قابلة لللمس، تفيد بتوزيع المهام، تشغيل أكثر من برنامج بسهولة، انسيابية في العمل، إدارة النوافذ المفتوحة بشكل جيد، مفيد جدا للمصممين والرسامين. لوحة اللمس تتحول للوحة أرقام جانبية، والجهاز هذا جيد للي يسوون بث أثناء اللعب. غير الميزات الثانية، قوة تبريد أعلى لأن مواصفاته عالية. أنا معجب جدا بهذا الحاسب المحمول. بعد ما عرضت لكم الآن مسيرة تطور الحواسب المحمولة، شو رأيكم باللي شفتوه؟ وشو توقعاتكم لأشكال هذه الأجهزة في المستقبل؟ اكتبوا لي رأيكم في التعليقات، وأرجع أشجعكم على المشاركة في فعالية بصوتي باللي تقدرون عليه، ونحن بننشر مشاركتكم، تكون فعالية جيدة لاكتشاف مواهب الدبلجة. هذه بعض المشاركات. ليس سيئا أن تولد أعمى، فهناك مظاهر شنيعة وسيئة في هذا العالم لا أريد رؤيتها. كيف ستتمكنون من مغادرة الجزيرة بدون مساعدتي؟ من سيقود السفينة؟ أنت ستقود السفينة؟ القراءة وظيفة الجزء الأيمن من الدماغ، وتأتي الأحلام من الجانب الآخر، ومن المستحيل أن تقرأ شيئا في حلم. لا 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 لا، سأقوم باستعراض مهاراتي في القلعة الخضراء. أوبا، 1 2 1 2 واحد لا. انشروا الفعالية هاي بين زملائكم وأصدقائكم، وبتشوفون المقاطع المقترحة تدبلجون عليها في صفحة التحدي. ينتهي التحدي تاريخ 8/8/2020. هذا اللي عندي اليوم، لا تنسوا تشتركوا في القناة، اضغطوا على زر الإعجاب، وشوفوا الحلقات الثانية في القناة، ودمتم في رعاية الله.